الجلسة الجلسة هاللي كلها جلسة، الجلسة هاللي كلها جلسة تبدأ وفيها من المعنى كلام نقوله. الله، لا تفوتكم الجلسة يا عيال، لا تفوتكم. روقان، جلسة على كيف كيفك. تعالوا يا شباب، الجلسة الجلسة. سلام. في نون عيني بارق الوسم، الجلسة يا شباب، جلسة روقان. جلسة نشامة تحت ذيك المخايل، تطرد لها روح البشر لا طردها. البر يبغى، البر يبغى له رجال. جلسة كذا روقان. الحين تيجي جلسة استثنائية. جلسة جلسة، وش أحسن من الجلسة هذه الحين؟ وش يقول؟ ذنون عيني بارد الوسم، لا يحتمل السحاب تسل فيها السنادي. أمشي تحت غر المزون الروايح، هذا هواي. الجلسة ما فيها. الجلسة يا عيال، الجلسة الجلسة، لا تفوتكم. جلسة استراتيجية. الجلسة لا تفوتك، تعال تعال. ارحب ارحب يا بركة، مرحب. جلسة على كيف كيفك. لا وين الجو، ما شاء الله. أم هنا هنا الحين الحين يزين الشعر ويزين القريحة هنا في المكان هذا. شوف ما شاء الله، جلسة ومكان رايق. الحين يزين الشعر، يزين نظم الأبيات. الأوراق الأوراق والقلم معك يا أبو محمد. الورقة الورقة حقت ألا ألا طلبة يا أبو محمد. هيط. كيف الجلسة؟ والله الله، لو ان الجو شوي هادي. لا شوف الجو يكون هذه جلستك انت يعني؟ دشنت يعني؟ هذه ان شاء الله بتجينا الجلسة، هذه بتكون جلسة أدبية حوارية. يعني يكون فيها جلسة أدبية للشعر، والحوارية تكون عشان الجلسة كذا تناظر. الحين تقدر تمتع هنا وتناظر هنا. صح. يعني ما شاء الله. الحين الجلسة فيها ثلاث أشياء جميلة. شنو؟ أول شيء الجلسة، ثاني شيء المزروع هذا الأخضر. حلو. ثالث شيء أيمن. إيش رأيك؟ أعزك. الله يعزك، الله يعزك. يوم يا دحرجات، أنا قايل لك من زمان
منعني من الاحراجات ومنعني من السؤال. بلا ما استاهل قصيده. ها؟ ما استاهل قصيده. استاهل والله. يلا سمعنا بيتي. يا الحافي وجهك تقل وجه جربوع. دم 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 خل جربوع دم دم دم. جلسه ما في الحكه فايده. جلسة؟ ما والله أنا كربت القصيدة قاعد أقصد أنا. بالله كملها كملها هنا خلنا نسمع القصيدة هنا دم عشان نطرب. مدح ولا سب ولا؟ لا القصيدة حافظها. أوه. وأنا ماني بناظم وقصاد. عاد. شاعر ولي تمحيص الأبيات عادة. عادة. أنحت صخر. وأشحذ همم. وأقدح حزنان. إيه. وأحرج جمل. وأدفن بقايا الرمادة. حق النحاس النار والجمر وقاد والجوهر على الفلترة والإعادة أخاف من شرهة عوارف ونقاد لا جت بصيغة عقد ولا أقلادة ها؟ اسمع وش يبي ذا؟ أي مرة ها؟ روح روح حرب يلا حبيب محمد اسلم غني خذ راحتك يا محمد اوه هذه جلسة على كيف شوف الجلسة ما تهيضت يا ابو محمد العامنا ظهر حبنا للملايين واليوم نخفي حبنا عن بعضنا يا سلام يا سلام أشكرك عبد الله الحافي الورد تضيع عشقنا الدر يا زيد الدر ما كتبته صح؟ ايه الدر الورد تضيع عشقنا الدر يا زيد بس ايش رايك؟ انا ما عرفت الدر بس ضبطها محمد ما في الحكه فايده والله انت مبدع مبدع الله يكفيك طيب سمعنا منكوس خلينا نسمع منكوس منكوس اصليه ما يصلح ها منكوس وقتها في الليل لكن اقول انا مشتاق وتقول مشتاق ما ادري وش اكثر شوقنا من بعضنا حكايه ترى اصحاب مع جو الاشواق قامت تجارينا وتفهم هذا تجارينا غرضنا. وتفهم غرضنا يا سلام هاي تو كتبها قبل شو صح؟ ايه والله انك مجرم أقول أنا مشتاق وتقول مشتاق ما أدري وش أكثر شوقنا من بعضنا الله حكاية الأصحاب مع جاوى الأشواق قامت تجارينا وتفهم غرضنا يا سلام تحية محمد يا سلام يا سلام تحياتي لمن دمر حياتي يا ارحب وسلام يا شيخ الشيوخ يا الرجل اللي جيد وقلبك ابيض حبيبي ابوك السنافي ما نجي الا من عقبك يا ابو وانت صبي سنافي وشلدي ورجال حبيبي تستاهل الطيب بيض الله وجيهكم ولك صورة في جمال الله حالكم انا عبد الله الرحمن مبطي لكن يقول وانا ماني ايه وانا ماني بناظم وقصاد عاد شاعر ولي تمحيص الابيات عاده انحت صخر واشحد همم وقنا حزنات حزنات حج اجد حزنات واحرج جمل وادفن بقايا رماده حج النحاس النار والجوهر قاد والجوهر على الفلتره والاعاده اخاف من شرهة عوارف ونقاد لا جت بصيغه عقد ولا اقلاده هذه 3 سنين سرداد مرداد مركز حياتي ما اعطاني شهاده صارت مشاويري مشاوير كداد عودا على تاكسي وعنده جلاده حصيل مشوارين الميزان فالماء وفزاد مكسب 3 ايام قطة عوادة ايه اسلم ايه اصحي وانام ولي مع الهم ميعاد والعذر نوم الصائمة احلى عبادة احلى عبادة ولي اجذبني كوب من شاي براد صوت للجرسون سكر زيادة جابه وحرك سكره لين يزداد واشرب وتسني شاربا شاي سادة مرارتي فلسب مفعولها زاد واحلام عمري تشتحق الاشادة وما حملها حظها حمل من ضاد شويتها في النار شوي الجراد سلامتك يا سلام عليكم والله قصة طيب والله انكم فنانين واني دخلت معكم جو وان يعني انتم جلسة هذه جلسة
تشكرون عليها وانها من احسن الجلسات، من غير قصور من باقي الجلسات، ولكن انتم اللي حليتوها جلسات. يا حبني له حبني له ابو سروال وبني له حبني له عاد تدري مثل الجلسات هذه مثل الجلسات هذه تدري انه يرد الروح ترد الروح قعدات هذه الجلسات لو الجو ابرد شوي لا لو ابرد يمكن واصفى لان اليوم في تقل في غبار خفيف هذا ان شاء الله المطر الليله بكره ان شاء الله بيكون مطر شعوري ذا الليله غريب كيف الحبيب انسى حبيب اخذت من روحي لروحي نصايح ثلاث يرضن نفوس الضياقي جمع الحطب ومعلقات الذبايح وحذف النشام على الغترة الطواقي بقفر خلع عشبه في الأزهارة فايح يطيب مع طير الربيع التلاقي في نون عيني بارق الوسم لايح كأن السحاب تسل فيها السناجي يرتاح بالي يوم أوده وصايح وبسط فراشي في مبارك إنياقي ينحاش عن ناس تسوى الفضايح عاشت بسوى خلاق كذبة ونفادي ناس تسرد للمشاكل شرايح كثير من بين الأخوان أشقاقي كل الحياة أحلام والعمر رايح طرقي في هالدنيا وغيري طراقي طراقي الله أكبر هذه خلط صح؟ الله هذه اللي بوهد ذال الله يمتل صح نبرك؟ لا الله يصح حسانك جم الله حالك والله يزوجك إن شاء الله أمين وحدة تشبهني أبد بالله وتجيب ولد يشبه ابو محمد الله يجيب وبنت تشبه اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله ازرع صوتين انك ما حد تزوجها يا ونازي علم نفرق ولا ظن الوداع الحين بمناسبة ان الجو عالمي يا اخي الجلسة هذه صراحة صدقني قايل لي من وين جاي ها؟ قبل شوي يوم قام من صوبك كان يروح ابي مكيف يوم قمت تهيف الجو كذا لا زين بدا الجو يبرد يا ولد لا ترى شتا جا خلاص كل يوم ابرد من اليوم اللي بعده اي خذها من زعاق القرية الوسم متى يبدا ولا بدا ولا شو الوضع؟ ها؟ ترى احنا ما ادري بخلا احنا ما ندري شو زين الوسم متى يبدا؟ مدري بدا ما بدا؟ احنا ظهرنا في السيل الظاهر على بداية الوسم خلاص تونا نهاية السيل على بداية الوسم اتوقع ان على نهاية السيل يطلع بسيل يغرق الغنى المنتجع اتوقع اساس ناسبه نطلع برا نكمل سباحة انا اكمل سباحة للحفر تبغى نموت انت ها؟ البركة الصغيرة دي معروف نسبح فيها تبغى نغرق هنا ما نوصل برا لا اخذ معي تفاحات واجيب جيب الله الخير امين 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 صب ترى شوف لاجل وسم عندنا خصوصا هنا في السعوديه لاجل وسم تلقى اغلبيه الديار اللي هنا خلاص يبدا امطار ويبدا الجو يبرد ويبدون عاد الناس صح الجلسات هذه يبدا والله مشتاق موسم الفقر يا رب هي فقر شو يجي فشته عنده في الصيف فقر بالقيط بعز القيط عز الله نفشته بقزل على بعض الناس الحفر ها؟ فشتا؟ نشفي حقك فشتا نجيك في حفر الباطل ها؟ مرحبا بي والله يشوف قل مرحبا بي لا لا والله شو اسمه فشتا الثاني لا بالله ان شاء الله تجوني كلكم ولا تشوفون وجهي لا بك ان شاء الله تشوفون وجهي تقول لي متى موسم الفقع؟ بالقيط لا بدا القيط يبدا الفقع يا لا بشتا لان بعدين المطر هي بعدين المطر وش تسالني يا اجل؟ بس يعني متى موسم هل في المربعانيه ولا بعد المربعانيه؟ لا اخر اشتا بدا القيط عندنا شوف عندنا في الديار الحبحب ما يجي الا في نص القيط الحبحب هذا موسمه حبحب اللي هو شنو؟ الجح الجح احنا لا نسميه لا حبحب ولا جح مسمى ثاني طيخ بطيخ ولا بطيخ من وين جينا هو ايش اسمه لا تقدر نسمي حبحب احنا نسمي حبحب ولا جح ولا خضراء من برا حمراء من داخل صح تسمونه لا والله العظيم لازم ثاني عندنا كمثرى
كمثرى وين كمثرى؟ كمثرى راسك كمثرى. بيدجان. سمي بيدجان. انت راسك ليمونه طيب وش؟ اتوقع اهل الكويت ينادون يسمونه الجحبحب. لا اهل الكويت لا. وش يسمونه اهل الكويت؟ ما علم من علمت رحت ادور. زين قول اهل الله. لا. زين تسموه مانجا؟ لا قريب قريب. شمام. شمام وشو؟ لا شمام زين الاصفر. خيار الصغير اللي نفس الحبحب الصغير. احنا نسميه بطيخ احنا. تسمونه جزر؟ لا اقسم بالله. بطيخ؟ او منقاوي. شمام يسمونه بطيخ. الدنيا من قلب عندهم. اجل بطيخ شمام. اجل هذاك شمام. لا والله. طيب صح. صح عرف. هذا اليوم طرام. اه صدق ايش اسمه؟ ما تدري صح نسيته؟ لا لا شلون انساه؟ ينسي هذا ما ينسي. زي ايش اسمه؟ سميه رقية. ها؟ رقية. رقية؟ رقية. بالله اقسم بالله. كذا رقية. هذا كويس ايش يسمونه؟ رقي. شفت انا حدك الكويت عشان ادري انك تاخذهم وايد. هل حفر اسمها رقية؟ اي اغلبها يسمونها. ها؟ والله صدق. اي والله. ترى مسميات واجد اصل الفورد الفورد الكويت اكثر من الفوردات الكويتيه. الحر نجيته اكثر من الفوردات الكويتيه. كلها سيارات كويتيه اصلا. كل بيت تلقى فيه سياره كويتيه بعد. نبطي وتاخذنا الليالي والايام. شوف عن صحبة. شفت كيف شفت كيف نكتب عشان نكتب باليسار. الحين انت اكتب باليسار تشوت بي باليسار بعد. اي والله تراك انا ادف اليسار كذا. اقوى شيء عندي اليسار. العب باليسار واكتب باليسار. اليسار حتى لو قدر يلعب راقص لي باليسار. انت باليسار ولا باليمين محمد؟ لا باليمين. كتابه؟ لا باليمين ولا اليسار كلها مهمة. هلا شفت يكتب. يكتب باليمين. باليمين. والله كتبت لي يوم الايام كتاب معروض. رحت لدرجة خطبت قلب قلت لا والله معروض. خطبت قلب واحد من الكويت. هذا لا تفلسف كاتب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اما بعد ما فهم ولا شيء. وانتو يعني مرتب الخط وكلام جميل ولغه عربيه فصحى. اسم الله. باقي ما درس. يا زين تكفى علم الزين يا زين. إيه؟ سلام. يروي ضمها بعض الكبود العطاشي. ايش؟ راحت حياتي بين لحظه وبعدين وعضي دمعت عيني لكن ضاق. جاش. 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 منا عرفت شلون حال المحبين. إيه؟ شين الموت على القلوب الهشاش. آشي. في قلبي اللي خابرك منت بتلين. إيه؟ قديت نيشان وطلق الكلاش. الله اثقل ولو شفت العنا ولا مرين لابد إيه؟ ما ينزاح عاشي. عنك الغشاش لازم يجي لك يوم ويعينك معين إيه؟ وتدلع عقب حسرة منام الفراش. سلام. واكتب ما بين الوردة والشرايين إيه؟ طموح ذيب ولا موالف عشاش. اللي بيني حطني محجر العين اما كذا التقدير ولا بلاش بلاش, بلاش. واللي مقفل يتحرى الخيارين اذبح على فرق مقفين حاش حاش. يا سلام ليتني والله راقد على فلاشي هاشي احسن من آشي ايشي. وين انت ماشي آشي. الله اكبر الله اكبر. عنده قافيه اوريك يا الحافي. آشي آشي شاعر والله بالله. مو بشاعر. منو سعد؟ شاعر وقافيه بس وزن. لا الا وزن ما شاء الله. لا تقتل متى ارجوك. يا ايمان ايش قومك علي تبطط الناس. يا ايمان ايش قومك علي تطناش. ما تدري اني شاعر وفيني اسلو. ما تدري اني شاعر وفيني اسلو. يا ايمن وش بك علي تطنى. هي صعبه. يلا أزقوب. رد رد رد. ازقوب. ها ازقوب. ازقوب. مو سلوب ولا سلوب. سلوب ولا سلوب. سلوب. يلا يا ايمن انا راد من قالك برد.
لا ما انا ارد على الشاعر الكبير محمد. هذا انسحاب. لا انسحاب. انا انسحاب. 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 نعم انسحاب. بيض على وجهك. المبروك يا محمد، تستاهل يا محمد تستاهل. شو ماخذ بيرك؟ والله اني الشاب في وادي وانا في وادي. هدي اكلمك كل شوي. ايوه سكر اسمع عندي رصيد. لا ولدي مين فيها. محمد محمد من دي من دي من دي صلاحيه ما في. يلا عدها عدها بالغايه ايمن. نبطي وتاخذنا الليالي والايام. في مسرح مسرح كنت مسرح. لا خلينا نشوف القائد كذا. القائد اجي ترى اسلام مو واضح يا ابو نبطي وتاخذنا الليالي والايام. عن صحبة ما قد جهلنا غلاهم. راحوا مثل ريح الهوى بين الانسام. والله يحفظهم يستر عليهم. على هذا ما تكتبت؟ هاي كتبت الحين. شايف؟ لا والله شاعر. شاعر يا ولد. يا ولد ما شاء الله شاعر. قريحة مخزونة من فل. كل ما شاء الله ما شاء الله. شوف راسك اكبر من جفه. ايه شوف هذا كل ما كبرت القريحه يكبر راسي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا ولد. ما شاء الله ما شاء الله. ما قلنا شيء بس ما يصير. سوالف سيدا بيتين. اقعد اقعد. سوالف بيتين. قال ذاك كلمه قلت ايه ذكرتني. والله ما يصير. ما شاء الله ما شاء الله. والله ما شاء الله. لا ارجع ارجع. اي هذه هذه بعد متى؟ لا هذه اول قبل شوي. متى؟ قبل شوي يعني من زمان. قبل شوي لان الحين تحسب الثانيه وبدريده راحت خلاص. الحين شوف الحين اول اسبوعين قبل دريده صح؟ دريده راح. ما شاء الله اللي فات مات. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ارحب 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 ارحب. اقول انا مشتاق وتقول مشتاق. ما ادري وش اكثر. ليش انا غنيتها قبل شوي؟ انا اول مره اشوفها. انت قاعد لك شوي شاك وقلت شوي. لا لا هو شايف كم خط ومشي مشي مشي. لا مضبوط مش مش ولا ابو محمد انا اول غناها. ها وين بعليت كنت؟ عليكم السلام. شغلتك عند ابو عيسى؟ انطر متى يجيك الربيع وافهم. عوضت تربي يا ابو تركي. هي وش؟ سوها في انا. رسمية ترى رسمية. والله. والله قعد العيال ومدري شنو. عندي فقره بكره اخر شيء. حلا حلا خله هناك. لا قعد ابو العيال يتقون. ونعم من خله ورا صلاه العشاء ترى ما في مشكله. اليوم ما في صلاه العشاء ما في فقره صح؟ اي يمكن فيها بولنج. بولنج هذه وش جديده هاي بولنج؟ بولنج لا نولنج. نولنج اثنين. اي والله هولن هذه هذه ترى مهمه مهمه ترى. انا عندي ثقافه. منو كان معي اخر 10 اي منو كان معي اخر انا جنبك ولا تغششني. شوف اني ثقافه اخذت درجه كامله بس اخذت المركز الثاني لانك تعبان. قبلت لا والله اخذوا من نقاطي. وانت مسوي فيها دافور وجهك سيده يعني ما تغششني. لا يعني انا رجال. انا رجال اذا خلص ورقته يسلمها ما يغشش الباقي. ها نظامك نظام اللي لا خلص سلم ورقته ما غشش ايه. الباقي النظام اللي حتى لو ما مدرس اخاف. هو مدرس مدرس عشان ما حد يغش مني. اي دافور دافور والله اني لا دافور ولا قال الله. انا الدافور ايمن. والله ما بدافور كون انا دافور. ها كم نسبتها الثانوي؟ انا شكرا. قل ما شاء الله 21 80 80 لا 80 مستحيل. 80 هذا بعد قوة وإرادة ودف. 80 ما شاء الله عليك. ها؟ أنا جايب 72 سويت حفل في الديرة. أنا 80 من ثانوي. وأنا دف دف. أنا 80 من الجامعة. لأن كله ظفران. تدري يوم المتوسط كم أجيب؟ 55 54 سقطت سنة ترى. التاسع سنة والله. هذه بالوصاية 80. ها؟ والله شوف قول إله إلا الله. لا دراسة ودك انك انت تجتهد فيها وتشد حيلك لان ما تحس بالذا الا بعد ما تخرج. صحيح تحس بالتندم.
كلام من ذهب يا ابو سعد. ابو محمد انا عندي 72 وكنت مبسوط فيها، اخر شيء شرط فيها مويه. عافية. الله يعافيك. الانسان يشد حيله قدر المستطاع علشان يصير دكتور، ولا يصير ضابط ورامكو، ولا يصير يعني ترتب اموره. شد حيله. الحين سلاحك شهادتك، اقسم بالله. اي والله مستحيل. الوقت الحالي ما تنفع كل شهادتك. الوقت الحالي لا اسمك لا اسم عائلتك لا قبيلتك، الشهاده هي اللي تنفع. الشهاده الجامعيه تبعتك لازم تروح. نعم. حافي ما فينا حيل اطر الدفاعي حط عليها عشان ايمن اخذها كذا المفروض ايمن ثقب عمرنا. والله يا ابو محمد ها؟ العصريات وين ها؟ والله ان العصريات ايش رايك بها في الجلسه؟ ترى جلسه من زمان موجوده. لا بس العصر يعني هذه يعني صادمنا اول مره نجلس من زمان نجلس. ايه ترى فتره العصر لها طابع غير ترى. صح اكيد اكيد نعم. بعدين سليم اخوي عبد الله ساق الزار توني الحين مسك المويه بعد شق عدل في يوم كنا داخل جزر شنو؟ ايه اللي يقول يا صاحبي صاحبك مشغول الجو شوف احلى من الجو شعب داخلي شيء اي شيء ما شفته من سنين دراسه اسى تدري وش محلي بعد جلستي ذي؟ اي جلسه هواء والجو جلسه هواء والطير تسمع حساسه اسى لا لا الزرار هذا يا ابو محمد الزرار هذا ايش عندك ايش فيه اللي ورا هذاك انت ضغط شيء ورا هذا اي ايش فيه يا ابو محمد ايش فيه ايش تبي فيه انت ضغط شيء ورا هناك يا ابو محمد فيه موجود سلم موجود المي دليل اول انا شغلت بالزرار هذا ايه زرار هذا في شيء ضاغط ورا الله اوه ها الوقت غر الناس ونزاد بالنقص رضيت حصيلنا من سالف الوقت غصة يكتب علينا فراح وعجام بالنص ونكتب على فرق المحبين قصة والدم لا يمكن نبيعه ويرخص من هو يعذبنا لسانه قصة حنا على فعل المواجيب نحرص احرص منبرص ويمقيس حرص ايش الظاهر؟ اهم شيء جلستنا للحين تبرد معنا بارده بس بارده يجي من المدري حب شوف الماء ها؟ الماء كي يجيني شراح صدر شفته ما ادري خلاص طلب ابو محمد ها؟ شوف طلب شوف لا والله تكفى اطلبني الا غير المزح بالحاجه اللي لا المويه والله لان يتابعونك صغار سن يتابعونك كذا اي شيء تسوي يسوون زيك الشيء الزين الصح سواه عشان هم يتغيدون احسنت احسنت يا ابو محمد احسنت يعني الحين انا ارش هنا عشان احنا في زرع واحد ما هو محترف شوف الحين انا ارش يا ايمن افهم انت ويا عبد الله الحين انا ارش هنا صح عشان فيه ثيب صح مو بتاتي بيتكم مجلسكم بلاط وتقعد ترشه زوالي تسمنا هذا غلط بس اذا صار في ثيل ترشه ترى حد شي مو لنا ها؟ احنا ما عندنا محترم غير واحد انا المشكله اني ساكت ها؟ ومحترم نفسي بس في ناس قاعد تحاربني صراحه فما نقول الله يصبرنا عليهم خذ راحتك يا ما لنا لا اجر يا ابو محمد أبو محمد لبيه. انت بلا يجي سهيل شيء تغدي فصلتك سهله وين انت يلي تجي وتروح مجاني انت بلا يجي سهيل شيء الله يرضى عليك لا لا يا محمد لا هلا هلا وكل ورق راح القصايد عشان الورعان جاي 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 كم ذريك مثلنا ابو محمد
تريك انت حكيم ولد. والله ارشكم والله. ابغيكم تبردون يا شباب. وانا كان فكرتي وايش؟ يا كنترول شوفوا ضيف الله اعطوا خصم. لا لا ما يصير. يا تبدي عن القصايد، الحب الراح وين؟ الشعر راح. القصايد اغرقت. راحت راحت. ها لف 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 خلي اشوفه. شوف شوف. اوف 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 اوف. اوف في قصيده دمعت. بذمتك الرذل ما يجيك بارد. فدى لابو محمد ها. اي بالله فدى لابو محمد. اي بذمتك ما يجيكم هواء بارد كذا؟ اي والله رذاذ رذاذ. رذاذ مبارد. مثل رذاذ المطر ما يحيي العشبه يحيي فؤاد ام غربه شوف تنوي. شوف كيف. اي ولد ايوه قلت لك اسهيل لا يدي شيء. اسهيل لا تامن السيل. يا والسيل اسهيل. خذ راحتك يا ابو محمد خلي القصايد تحكي مشاعرها هي تغرق. والله اليوم ابو محمد مكيف على الاخر. ها؟ ابو مكيف على الاخر اليوم محمد عساك دوم مكيف. ايمن بدل ما تقول مشكور بيضل وجهك كذا اقول مكيف عساك دوم مكيف ايش فيك؟ يا ولد انا ما حد مواطني بهالمدة انا مضطهد وطالب الاداره اني مضطهد انا كله يو مضطهد وغرقان نفس الوقت غرقتني يا ابو محمد يا ابو محمد ابو محمد تدري توا مبدلين المايك حقي عندك خبر ابو محمد نص ملابس ايمن بني غامق ونصها فاتح بالله غرق مره ثانيه عشان تطلع كله بني غامق شكرا على المشاركه الجميله لطيفه عنك انا مشكور صح؟ والله عز الله انك مشكور أيوة. ما قصرت حيث انك ونستنا حيث انك غرقتنا أيوة. حيث انك لعبت فينا قول لا اله الا الله مشكور الحياه مره واحده نعم ان لم تستقل الحياة بالوناسة والشيء الجميل والنس روحك بما أنك حي صح الحياة مرتبة بكرة تموت ما ندري منو جثتي من دفنها شلون الشاعر اللي يقول فل الحجاج وخل عنك الهواجيس والله ما قال والله ما قال فل الحجاج أقسم بالله شاعر إنه ما قال فل الحجاج قال لون يكرم في حياتي وأنا حي إيه فل الحجاج ما قاله لما أنت ما أدري جثتي من دفنها أيوة الله يرحمه هذا راجح العجمي مات والله والله صمموها عليه وهو يشلونهم ودل المقوى متى توفى؟ راجح طال عام ايوه قريب عجايب الدنيا عظيمة يا ابو سعود من ضمنها نظرات زين الحلايب ايوه ام العيون اللي لها القلب مهدود ما مثلها في نجد زين ودلايب هاي ايش يقول يقول يقولون طويله يقولون وكر الحر ما يعتريه البوم أوم وانا اشوف عيني وكر حر انت تحت بومه أوم بيتني كفي قايل عن قصيده وقصيده ما تعتبر في الشعر بيت احد يجيب النادره والفريده احد يخلط مع لعبه الزيت الله هذا من ايش رايد لا لا مو ايش رايد انت ولا ايش رايد صح زين صح زين ما شاء الله عزلوا بيتين على الكارته وش شلون في عاده خلاص ما في عاده شلون ما في عاده يا سالم ما في عاده بدل ما تطيب وهذا يسمى هذا مفتاح يا ولد ما في عاده ترى بشغل الدين مره ثانيه شو بس سعد عيد البيت الايمن احنا منتجعت خبر غير المي ما فيه ليه ها قال لك كل شيء موجود لا يب مفتاح مفتاح ايش مفتاح سياره خير ايه اعطوا مويه يشرب مويه اعطوا عيد عيد البيتين لا في السيكل هنا لا غرق سيكل جاي بركم تفضل تكل هذا سيكل بس يقول شو تسوي شيل شركة البنتلي حط دا قدام ولوحة بنتلي خصم يعني خصم بنتلي بسوي إعلان يعني مثلا كل عام تعال خلاص ادخل الموضوع يمشي عيد عيد بيتين يا ولد لا بارك الله بهالبيتين اللي لعبت فينا عيد عيد بيتين ابشر ايه بيتني يكفي قايل عن قصيده ادري خلنا نتذكر بعد بيتني يكفي قايل بكمل القصيده حلوه يا اهل لك ضيف الله وين ضيف الله ها هذا ضيف وفي غيره ايه يا بقى شباب الكابل شباب ضيف الله يرحمك الله عسى ما معك حساسيه ها ها عسى ما معك حساسيه من المي الا حساسيه اي والله انا بقهوه تكفى حيها العين يا ابو تركي بلا شرط في الجلسه
يا ود الجلسة حلوة. أنت الظاهر من النوع اللي تبين نمدح كل شوي نمدح. امدحون امدحون يا والله يبيض الله وجهك وطيب الله أعمالك وعز الله أن جلسة تنحسب الحسابة. عز الله فكرة أن تنحسب الحسابة إن شاء الله. بيض الله وجه راعي فكرة. عز الله أن تنحسب الحسابة. إيه. الله يبيض. لما تمدحني ويمدحني سعد كذا أحس أنه كان يقول. أنت مديح يا أبو بندر. الله يرحمك. نظامك حلو. شعورك طيب. الله يرحمك. عز الله بيض الله وجهك. أقسم بالله فيني نوم. وانهم ضيقين خاطري ذا المطبخ واني كان اني قايل ليمن حتى قام من عندي من المجلس قال بروح لمشيال الحاكم صرت تنادينا بالجهاز قلت له رسول الله انا ماني وان تالي قلت له روحي قلت ايمن لكم قامت في خاطره وطلعت كذا يوم طلعت اللنت قدامي هناك تنادي يا ولد ولدي وزين اللنت غالي وايمن غالي والجلسه غاليه الله الله يغليك, الله يغليك ان شاء الله الله يخليك لنا يا الاب الروحي بهالمنتجع ورشك ها طول بعمرك وعمرك ويرزقك بولد يشبهني امس رشيد يقول امساس يقول ابو محمد رشيد يقول محمد محمد احس فيك دور الام الحنون محمد اخطا علي صح؟ لا بالعكس ترى الام جنه الام جنه بس حطك عجوز ترضى انك عجوز؟ احط ابو محمد على كبير سن لا لو حطيتك انا مثلا قلت انت الاب الروحي يعني انت شايب من شايب فلا اخطا عليك ولا طيب اجاك واحد قال انت مره والله يا رشيد ما اقدر ارجع لك يا رشيد حاولت بس يا رشيد ما اقدر لا يعني هو مو قصده مره يعني كحنية انا يعني شو معلي من كلامه رشيد يعني ادري انه يعني حنية يبغى يوصل لا ترى يوصل هو يوصل الشعور الداخلي يوم قلت الموضوع شو انا قلت عشان يوم ذكرت بالحنون وكذا لا بس رشيد قصده وش قصده من يعني شبه محمد يعني فيها فانت يعني حاولك تقلب عليه الحين ها عشان زين خاطر اقلب عليه تجيب الطاري هذه ثاني مره ترى الرجال ما دان لا فرم خشيتك بهذا التهيل خلاص ولا خلاص وضع باسم بتيك يا بيتك بيتين الحين يلا بيتين لا 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 تهجيني ولا شيء بيتين امزح فوي يا خلاص يوه يا حبيبي يا الحافي ايمن ايمن ها 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 شنو طير طير شلون هذا حق ذا يا أيمن يا أيمن يا أيمن يا أيمن يا أيمن يا أيمن يا صديقي يا أيمن نبغى نسولف مع الحافي عساه ما يزعل منا الحافي ما فكرت تشارك برامج شعر ها؟ ألا والله فكرت ليه ما شارك؟ الوقت ما سعب ليه ما عندك سعادة الحمد لله أنه شاركنا في برنامج جنتل وبرنامج يخدم الشعر بعد قناة الواقع تخدم الشعر زين ليه ما فكرت؟ وين؟ ليه ما دخلت برنامج شعر؟ ورقة هو ورقة خاب ثناها ورقة بقى ورقة هي تنشف ليه ما فكرت؟ قصدي ليه ما دخلت؟ والله كنت الفترة الأولى مرتبط كذا كنت بعيد عن الجو هذا صدق كنت بعيد بس يما الفترة الأخيرة لا ممكن يعني شاركت الحين عشان المحتوى الشيء بلا وش أفضل قصيدة سمعتها لي؟ والله إني ما أذكر أفضل طيب أفضل بيت لا يا ولد ضيع انا ترى ما يعني ما يثبت شيء مخ انا في بيت سمعت الايمن الرغيف مولي يا مولي لابو الوالد الله يحفظه استعلم حافظ البيت يا حافظ القصيده كامله يلا سمع بس ترى قلت كذا مره تبي اعيد لك اعيد لك كيفك عيده عيده يقول شيله ثقيله يكسر المتن الضعيف لكن فعل عند الثقيله تنحرف الله يسعدك بصيرت ما تقدر على خبز الرغيف خلي العجينة تنعج للي يعرف ووزن كلامك لا يجي هرجك خفيف سلام لو شفت هرجة هناك صخل لك طرف سلام وإذا حضرت تختار لك راس منيف من نام بالوادي مع السيلنجرة وكانك نظيف تشوف هالعالم نظيف وكانك سقيم تعيش بالدنيا قرف مثل شريف يحس من حولها شريف لو كان بعض الناس ما فيها شرف. يا سلام. بس. شفت الحافي؟ يقول لك أيمن درر درر. أيمن خزينة شعرية. مو خزينة كبت. والله هي مدحة هي سب والله مدحة.
صح انه غبي احيانا وما يفهم. منو غبي؟ يا حبيبي الله يخلف على عقلك، انا غبي. لا انت والله يا مساعة مرت هليكوبتر هذه اني اول مره اشوفه بحياتي. اعطيكم معلومه والله اول مره اشوفه بحياتي. شوف هذه ثانيه، شوف وين ما اشوف. شوف انا دي راحت. ها الحين تخيل، تخيل معي ايمن، تخيل تخيل الدنيا هذه كلها خضراء فوق الغيوم، وعشت تقريبا سنتين ثلاث سنوات على الجو هذا، تطفش ولا بتستانس؟ بطفش. بطفش ليه؟ ترى العالم شوف بنادم طبعه يمل، يمل الشغله يملها خلاص. يعني انت قبل لا تدخل البرنامج، انا الحين قبل لا ادخل البرنامج اقول والله الوعد اني ادخل، اقسم بالله ان دخلت اني ما راح امل راح استانس، بس من دخلت اسبوعين بالكثير مليت. بنادم طبعا هذا شيء طبيعي. بعض الناس المقابله ما يجيك من مطلوب. قطعت ولدي المقابله. اسلم اول شيء الحمد لله. الحمد لله. قول يرحمك الله يا رب. يرحمك الله. ها الحمد لله ثاني. يرحمك الله يا رب. دون ذكر الله. بعض الناس المقابلة أنا خابرة. أنا قابلتك المقابلة أنا. أنا؟ والله إني ما أذكرك. عليك ثوب كويتي وقال صغير. كان جالس لحالك. جلستك غبي. خاطئ إيش ذا الغبي ذا؟ جاي من الكويت. ما درت إنك من هالحوض. ترى كلهم كانوا يدون الكويتي، كويتي كويتي. حابي ينادين الكويتي مو حابي مخلصي. كويتي كويتي. استرى سالفتي كملها. أسلم. آسف. ترى يمكن تقول إن الشباب. والله اني خاب الناس في المقابله يقولون عادي يا شيخ لو تمسكنا 10 شهور هو قال تصبر 3 شهور اصبر 5 شهور عادي اصبر سنه لو تبونا الى ما لا مدى بعضهم من اول اسبوع شو شو البخ طبعا بنادم ملول ها بنادم ملول لا ترى يعني الحين الدول الاوروبيه شوف اجواءهم يا ولد جو ما يمل منه صح ما يمل منه صح صح كلكم تقول ودي اعيش عندهم صح؟ تدري يمكن لا جتهم يوم مثلا في شمس يستانسون يستانسون يسوون احتفال السعودي لانه ما يشوفون الشمس قل لا اله الا الله لا اله ما ادري الناس مثلي ولا انا اكيد كل يشتاق لداره لكن انا اذا طلعت من السعوديه ثلاث ايام ولا اربع ايام اضيق والله لو اني في ويش ثلاث ايام اربع ايام بكثير اربع ايام اني افقد السعوديه ولا اني لا دخلت مع منفذها ولا جيتها مطارها اني اتنهت تحن يا اخي مو صحيح رئيس الرياض محمد والله خليت الدوله لما جيتها جيت الامارات جيت قطر جيت الرياض وجيت ابها زين والله رئيس الرياض راعي دول يعني دول دول اول مره اسمعها وجيت الخافجي اوف جيت الخافجي جيت حر الباطن جيت عرعر تبوك لا تبوك ما جيت بلا الخليال لا جيت تبوك وجيت عرعر وجيت حزم الجلاميد حزم الجلاميد في جوف لا لا جيت قيصومة جيت السعيرة دمام جيت هزين جيت الدمام جيت الحساء يا اخي والله العظيم انا اتوقع ان جوازك كله ما شاء الله ما في الا ختمين زين الحمد لله اطلع على طريق اطلع معي جواز والله انا في حياتي كلها حياتي الكره الارضيه السعوديه المنتخبيه اني ما بسافر تفر قطر والامارات وقطر والبحرين بس كويت الكويت ما بجيت حياتي انا عمان ما بجيت انا سافرت محمد للخارج لاوروبا رحت اوروبا تقريبا قبل اربع او خمس سنوات تقريبا رحت اوروبا أصد حنيت للسعودية. مين حن للسعودية بالحال؟ يمكن أعظم يوم نزلت في المطار هنا في السعودية. إيه. وقت بهاك اليوم هاك البيت الحمد لله على ذا الحال وصلت لأرض السعودية. كانت أبيات قوية كتبتها بس ما حفظ منها للبيت هذا. تحنيت يوم هناك في أوروبا رحت قلت بستانس فيه تقريبا 15 يوم 16 يوم. قلت بستانس وبغير جو كذا بس انحنيت للدار. لما رات جيت قعدت فيها ست ايام يا ولد كنت ما لقيت نبي ما شاء الله مكسور والله نعم اخويا ونجي مع ذاك الشارع مجينا لا اعلام السعوديه عندهم حاطينها والله نعم والله ما صليت مغرب الا المنفذ
شفت الاعلان قلت والله ما ادري مقعد ها خط اي خط والله ما ادري مقعد انكس اعرف كانت حق بار حق سياحه لو انا سياحه تاخذ شهرين ها لو انا سياحه تاخذ شهرين والله عندهم زيانات والله العظيم احنا نقعد فيها الاجانس مزيانه نضيق والله ودي ارجع السعوديه ام ايمن راعي سفريات ام السعوديه والله راعي سفريات راح للاردن راح للاردن لكويت فقط راح ايمن يا ضيف الله في وسطي ارحب انا تبوك جيت شرب القهوه وابا جيت مرتين تبوك مره واحده جيت قبل اربع شهور قبل خمس شهور ست شهور ست شهور اوه ها؟ جيت خط جيت خط؟ اي خط وش تبوك؟ ثلاث مرات رحت لخط تبوك؟ اي انا خالتي هناك ساكن ايش رايك؟ 1200 طلعت تبوك ايش رايك مشينا منه الساعة 12 ظهر 12 توقع او واحدة او اثنين شغل اني ما ادري بس انها عقب الظهر مشينا من الرياض تغدينا في تيمة 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 أوه عرفت تيمة؟ إيه معروف وين هذا؟ أنت تبوك تقريبا 200 و 300 والله ما أعرف يم تبوك جيت هالعام أنا أو قبل العام زين كم تبع تبوك على الرياض؟ تبوك 1000 صح؟ 1000 1000 أنا أحضر 1003 أو 1200 1003 تبوك أنا ما قد جيت خط جيت طيارة ثلاث مرات أنا جيت كله خط تدري طياره بحياتي ما ركبت طياره انا ركبت من الطائف الى الدمام يوم وصلنا حلفت ما عاد اركب طياره حياتي يعني هبوط الطريق يود جنب مشكله جنبي ناس ياكلونا ايش حي وحي ما جاب حي وحي حي حي والله العين يا صبيان يا سنافي احسن واحد في التاريخ العربي جره اشهد انك كفو شر الله بيساعدك يا ابو محمد اشهد انك كفو يا ضيف الله كفو هذا شنو؟ هذا مضير يسمى عندنا مضير وإقط إقط انت لقط ها؟ لقط لا صحيح والله العظيم انه صحيح إقط لقط 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 بس عندنا يسمى انا ضيعت شو يسمونه والله احنا نسميه بس ضيعت احنا نسميه مضير ها؟ عبيشة عبيشة؟ لا مو عبيشة لا لا ما ادري هاي كويت انت كلامكم يمين هاي كويت لا لا حتى الكويت ما يسمونه عبيج جيب جيب خلنا عبيج هذا انت الحاج تسمي عبيج لا هذا سمي حنا مضيء طيب زين هذا شنو اخطيت علي هذه شعثاء 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 هي شعثاء شنو تتكون من شنو طيب هذا من التمر هذا ايش يسمى يا ابو هذا ايش يسمى لقط وسمن والى اخره وشل العجم وسوي لها معبوشه معبوشه مضيء وش معبوشه سو كذا ايش يسمونه شعثاء هذا هاو ايش يسمونه؟ استغفر الله والله يبلع بس احنا لها مسمى عندنا هذه لها مسمى ارجوك لا تخليني اقوم عليك لما امردغك هنيا لما تقول قهوه وانت تبكي طيب هذا شنو؟ هذا كشتب قشطه قصدي يقول كشتب وادعم الكوتش طيب طيب هذا شو اسمه؟ هذا شو اسمه؟ هذا شو طيب؟ هذا معفوس هذا لحم مورين معفوس 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 كم هو؟ معفوس هذا يسمى عندنا معفوس قدير رابع يقعد يقعد خبز معفوس؟ ايه منو عافسه هذا؟ يا عافسه ابيه لا تقطع كتابة الرجاء خلنا نشوف ابا 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 لا في كتابة وش الكتابة؟ اهداء من اهل شو؟ من اهل السابق ضيف الله عتيبي والله ونعم والله خيركم يا رب يطول عمرك يا اهلنا الله يبيض وجيهكم جمل الله حالكم جمل الله حالكم وما هي غريبة على عتبان والله ما هي غريبة الله لا يهينكم يا اهل ضيف الله ويعطيكم العافية والله ما قصرتوا جبتوا لنا اكل طيب الله لا يهينكم وضيف الله ما قصر اخونا خلناك خلناك لا يقول يقول اسفل في بعد يا هذي هذي والله يا سلام ما شاء الله لا لا لا
نعمي في صفنا وتشيلي رايتنا. بسم الله. في هناك بعد باقي. وسلم. أوي. يا سلام. ربحت معنا كاس بطولة. حطنا على سمته. معبوشة. يا بتشوف. اسمه؟ معفوس. معفوس. لا لا شعذر. شعذر. جرى جرى. يوم ان شاء الله من حلال عله. نطت ذي الخبر من واليوم من قال علوم ثانية. تسلم. تحذى. تحذى. هذا شنو؟ زي زبدة. صح؟ اوه قشطة شو اسمه؟ الماء. صح؟ صح؟ هذه برمضان يا ربي. ها قشطة الماء؟ والله؟ والله هذا بالموضوع لا سوالف والله كسر الله خيرك ايمن ضيف الله ترى منا عليك وقمنا ناكل ها؟ انا جايب قلبك لا خاف يعني ما تنقذ عيني بقلبك لا تنقذ عيني تصدق ضيف الله توك تكبر بعيني والله ما لا فضل ولا منه هذا فضل فريق الدعم يا رب يطول عمرك الله يبيض وجهك وبيض وجه اهلك ترى اهلك اللي دجيلك معبوس يا رب يطول اعمارهم الله يبيض وجيهكم الله يبيض وجيهكم الله يعافيك لكم انتم جعلنا نفداك يا شيخ يعطيك العافيه يا ابو محمد الله يعافيك بيض الله وجهك جمال وجمال يا ابو تركي سم اقول بيض الله فيسك يا ضيف الله يجعلك العافيه لا يعني ابي تملك شيء جيب البلدون لا تفتح دمك والله اني لهبك ديوه بس جيبها لا تفتح دمك يا ولد انت نفسيه صراحه والله شيء كذا في طابع من بداوتنا اقول شيء في طابع من بداوتنا حرام صراحه يعني شكر خاص الفريق الدعم حد ينضف الله يستاهلون يستاهلون فريق الدعم والله العظيم انه كلمه شكر قليله حقهم اقسم بالله بالعافيه مساء ان شاء الله اوعدكم اوعدكم ان شاء الله الحين احنا مشغولين ومطفرين هذا كذا ان شاء الله ان شاء الله فيما بعد شغال انا عندي على عينك حلو والله عينك حلو والله حلو حلو والله ياخذ عقلك الله الله لذيذ يا مرحبا باللي الله يزيدك طال عمرك الله يبارك في هالمطبخ اللي صحاني والله الله يطول عمرك احمد طبخ لي يضيق خلقك لا والله ما ضيق خلقه لا والله ما ضيق عشت وعاش الملك سلمان حامي سماها حاميها من حد عرب الانجازات تعال هنا عشان بينا قريب هذا خبز مفروم ترى مو وجهك ترى انت من غير ما تتنشد خبز معجون خبز معفوس معفوس يا عافس وجهك هبل عطني من الحلا ترى انا افضل احلى افضل من التمر ابوك لو شوف ينقد عليك الله يرحمه انت لحالك يا ابو الحلا انا وانا ما احطه في ذمتي لا تمدحني وانا ما احطه في ذمتي ايمن وانا ما احطه في ذمتي عشوة من دام خارج الذمه ايمن جربتي ها ايه جربتها لذيذه العافيه يا ابو بند الله يعافيك يلا اعطيك لا لا والله حالك هذا وشي هذا وشي الله يرضى عليك هذا خبز معجون ها يعني جاي بعد تغرينا عليك خصم لا ما الا ركن طاقه طلع انت شاعرنا راح فيها الشعر راح فيها شنو؟ إهداء من أهل أمثال والله
الله يكثر خيركم. والله ما قصرتوا. اجل الله دل عونك. الله يوجه بتركي. الله يوجه الفريق دائما. والله ما قصرتوا. لكم ما هو لي. وليش تاكل؟ عشان اجرب زين ولا ما بزين. اذا لنا لا تاكل رجعنا. وشوف الزين ولا ما زين. اما القهوة؟ قهوة قهوة صراحة ما اخذ حتى. اول انت ناقشنا الشباب في مسمى هذا. هذا مضيء. وانت؟ احنا نسمي لقط. وانت هو؟ هذا؟ والله اني نسيت. لا جدعان. اقسم بالله. انا شو اسمه في له مسمى عندكم اي مسمى؟ ايه له مسمى بس ضيعته. انه ترى احنا ما نستعمل. بقل. بقل. عيب جوكم. صح اي والله بقل ما نسميه بقل. احنا نسميه مضير. مضير. مضيء؟ مضير. مضير. هو شنو هذا؟ شو يكون من شنو؟ زبده يابسه صح؟ لبن غنم. ايوه مجمد. جمدونه؟ بعدين حط اصابعك. حط اصابع شنو يعني علامه شركه ولا؟ لا تقريبا كذا تقريبا هو كذا. ليش حط اصابعه؟ لا كذا كذا. لا هذا صيني. واللي اربع. سوي زي كذا عشان يزينونه. سايم شو شكله لو تلاحظ اصابع؟ هذا شكله يد عجوزه ما شاء الله الله يحفظه كبيره. والله شكله عبارة هذه اصابع الكوتش. وضعي مصر كبار لا بس ترى يجي أنواع فيه منها الحامض وفيه الحلو بعض المضير يجي حامض مرة وش السبب طيب كيف سوى؟ والله ما أدري هل يحطون عليه إضافات اللي أنا عارف أنه يجي حامض طعم حامض والله ما أدري هل عليه إضافات يحطون عليه إضافات ولا لا أصبع هذا بس أنا خابر من أول يوم أسأل عن المضير هذا ها؟ لا القوة بالقلب حامض حامض ومرة يجي حلو الحلو طعمه خاص هذا له بيك بوكس والله امس قول ترى انا جيت انا تدري صراحه انا 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 مشكل انا اتحرك التمر زي زي شعاعات هذا هو موجود والله يوم غالني وانا احب راسك اسف زين الجو عندنا اعتمدوا الجلسه يا شفت محمد العصر ليش رايك بالجلسه؟ اي ليه؟ قلنا كذا الجو لا امس غيوم بقى قبل امس مطر هنا لا زولتها هذه حلوه راح لاحظ لونها ارضيه عندكم هواء بارد من قاع مرشوشه صح يعني الهواء البارد يجيكم من تحت ايه يا اخي حكيم يا شيخ حكيم يا شيخ ترى شفت المزروع هذا يا ابو محمد يجيب لك اكسجين اكسجين خصوصا العشب الطبيعي هذا اكسجين غير عن العشب صادق بعضها اكسجين بعضها مخنز يجيك ريح مخنز اما حبه اما دبه نعم بعضها ترى يجيك الفرشه شو الفرشه هذا فرشه ترى يكون حتى الشمس حار وفي الليل حار اكسجين يجيك من شيء مفتوح لو اني احطك في غرفه واحد في واحد احط عندك فيل كليت منه هنا الثقيل ياخذ اكسجين ترى لا ترى يا اخي يطلع لك اكسجين ياخذ ثاني اكسيد الكربون طلع اكسجين طلع اكسجين يطلع لك كربون في الليل ياخذ الاكسجين وفي النهار يطلع بالعكس في الليل يعطيك اكسجين لا صحيح او انا مضيع انا تخصص يعني لا تجادل انا اسف مضيع ترى شيء النقاش مو هوش ليش يمنعون والله ليش يمنعون النوم تحت الليل تحت الشجر ما حد يرضى على الشجر ليش عشان يصنع فيه تنافس بين الانسان وبين الشجر واي كذا اي كذا اي هذا هو ياخذ ينافسك على الاكسجين انت تبغى الاكسجين هو ينافسك على الاكسجين ياخذ اكثر منك فما حد ممنوع اصلا احد يرقى تحت الشجر معروفه ممنوع؟ اي معروفه الشجر هذه في النهار في النهار لما تجي تقيم تجي تحت الشجر تحس كذا بنشوه تحس يعني. هو ثاني اكسيد الكربون يطلع من الشجر اي نوع منه معلومه جيده جدا والله والله العظيم اني اعرفها بس انها هلا اجيك يلا بلش يا رب الحديث سهي رجع مليون بنفسي بلا حد ايه ايه شبي اجيك لا لا باقي شيء انت اول مسوي مستحي يا ايمن ما اي أيوة والله الصراحه كنت مستحي بس مستحي شفتكم طولتوا تستحي من ضيف الله يا اول مره اشوفك لا مو من ضيف الله اول مره اشوفك محترم مو عشانك عشان اهلك اي
تقعد صريح ايمن، ايمن صريح دائما. احس الاحترام ما هو لايق عليك. ما يصلح ايمن، ما يصلح. لا هو وقت المزح، لان هو فكاهي وقت المزح مزح، وقت الصراحه مزح. انا ما قلت خلاص فكاهي وكذا رجال كوميدي. وقت الجد جد، وقت الجد مزح، وقت المزح مزح. لا عدي فاضل انا وليس انا. طيب وقت المزح فاضل انا وليس مزح، وقت الجد مزح، وقت المزح مزح، وقت الجد مزح. كلها مزح والله ظانك بايعها كلها على بعض. وقت المزح مزح. يا اخرج بصبعك من فوق ورد له حياة كبه. ها؟ كذي اقول كذي بصبعك. خاف انه يبس يا ولد، لان هذا مفتوح ما في قرطاس. ارفع ارفع الكيس ارفعها. خلاص ارفع يلا شوف. ارفع 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 هذا. شاعر حكيم. يلا صادق. ارفعها خلينا نشيل الكيسه. خلينا نشيل الكيسه اول شيء. سلام. انا اخذ راحتي. خلاص. معك لين الصبح بكره. لا لا بفتح. بفتح. دايما يجون عيالكم والله ما ياخذون شيء. راحتك يا ابو. ستر ستر. يا مرحبا باللي. والله ظاهر انك متحفظ بالبيت هذا بحياتك كامله. والله كل ما شافنا قال يا مرحبا باللي اللي غاب عنه. ضاعت مرجلنا واحنا رياج. ترى اغلب شفت اغلب ما يتميز فيه شو اسمه خصوصا بخصوص الاكله هذه، اغلب ما يتميز فيها الاسر المنتجه خصوصا، اغلب ما يتميزون يا اخي يطلعون الاكله الشعبيه القديمه ويضبطونها ضبط درجه اولى ما شاء الله تبارك الله. انا لاحظت من الفتره الاخيره اكل المطاعم واكل هذا واكل المحلات بشكل عام ترى يثر في البطن عندك. اي والله بعضها ترى يثر. يعني مثلا تطلب لك من المحل فلاني ولا من المحل فلاني ومحل فلاني تلقى لو طلعت من عنده احيان بعضها مو كلها تلقى احيان بطنك يوجعك من الزيوت من اي من الزيوت ومن تلقى الزياده. بس ما شاء الله يعني شغل ترى الشغل خصوصا البيت والاسره المنتجه شيء والله لا يعلى عليه. صح كلامك على متمضيف عليه لو ادفع عليها. لا 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 ادفع عليها أكل البيت. ليه؟ معبود. شو ذا؟ هذا يعني إذا جاك لو يجيك ضيف مهما يكون هذه الجملة هنا. جاك وين؟ والله. والله العظيم. شغل مرتب، شغل نظيف، شغل. يا مرحبا ومسهلا. وشام؟ وشام؟ والله انه خوش حلا والله. فنجان الكوين ايمن. ابس ابس فنجان الكوين يا فاغر. هالفنجان انا الغلط اللعن اليوم قاعد ما غلطت عليك. انا من صادق فاغر. فاغر ايش معناه سمت لو مد اتوقع انه غلط هقيت انا الفاغر ايش معناه يا الفاغر يعني اللي ما عنده محتوى صح؟ اللي ما عنده محتوى الفارق نفس الفارق. لا فاغر امسك فيه فاغر يعني ما عنده محتوى تقريبا هذا اللي عنده هذا اللي اعرفه عنده. لا. يعني اللي ما عنده فاغر ايه الفاغر يعني اللي ما عنده سالفه محتوى محتوى زيني برا ما بيجي اسمه محتوى. محتوى عندك انا في المنتجع برا ما يكون محتوى يعني ما عندك سالفه او فاهي فاهي. ايوه هذه فاغر النار. فاهي ترى احنا نسميه فاهي. فاهي معتوه افدق هذا الاسامي هذه. يشوف الناس فاهي جيد ذا بس انه طفي على شغله هو لانه فاهي ما يركز مركز. احنا نقول يا فاغر. تدري انا عندي ولد عمي فاهي 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 يعني لدرجه انك تبي تقول نكته تقول نكته يطالع بك ما فهم يموت النكتة ويكرهك بالنكتة والله العظيم ينام يوم كامل. انت اللي عندك اشرم من اللي عندي. انا عندي واحد يعطيه نكتة اليوم بكره العصر يضحك. ليه؟ لانه خذها في راسه وراح فكر فيها فكر فيها فكر فيها بكره العصر جاني نكتة بس حلوة ابيض وجهي وش اللي انا قلت امس عندنا شيء ابيض وجهك تدري هذا وصلت مرحلة انه بنص سالفته ينام بذمتك اقسم بالله والله العظيم من السالفه هنا تدري وصلت مرحله انه الحين هو برجله
مصيح. شو شنو؟ بو صيح رجله، به صيح. قول ليش؟ ليش؟ يسوق سيارة نام بسيارة. تعب. نوم مو بالهالحال. وايد ناس ينامون تعب وخطية. لا لا مو تعب، هذا هو حياته كله نوم. ينام يوم كامل. ويقعد يوم كامل. شو اسمه ذاك اللي يرقد 23 ساعة يقوم ساعة واحدة في اليوم. منو؟ حيوان له اسم. الان تغرت على ولد عمي. انا حكي ولد عمي، خل ولد عمي. طلع من موضوع ولد عمي. انت كذا؟ انت نذر كذا. ايش اسمه ذاك؟ اسمه سمير. حيوان حيوان اسمه سمير. انت كذا خربته. تقوى بيني وبين سمير الله يبيض وجهك. تبون تبون الحج والله محسن من الحين تدعي قبل المغرب لنا ولاهلنا ولاخواننا ولاخواتنا ادعوا يا رب ترى قبل المغرب الدعم انتم عارفين اي والله اي والله هذه نصيحه بس الله يجزاك خير الله يجزاك خير شاعر ولا فيك كلام وحكيم تقوم العيال ولا وين بتروح؟ اي ابى ادعي ثم اصحي العيال بذن وبصحي العيال لا تذن انت تذن الحين؟ نزل الله لا اله الا الله شوف الاذان كم وساعة كم؟ يا مرحبا لي اليابا اوهو عز الله الله يكثر خيره سعد شلونك؟ والله بخير نسيت اقول لك اليوم يوه من ماجد ماجد بن بيه لا تعب انسدح برجله حبيب ماجد حبيب بس ما يعرف دفش فهمت ودي يضحك معك بس دفش اي ما يعرف ما يعرف يوصل لك يعني ها قطع ايوه لا لحيك طايح ايوه صح لا اللي مثله اول خير هذا ليش تضايقني يا عو عباي اشرب مويه اشرب مويه بسم الله الحمد لله على السلامة هذا الشيء تحنط يا ولد قاعد يدعي استغفر الله اسمعني اللي مثل ما جد وتكنه لا يمزح معاك المخبر سعفية ولا سعادة أولية مشينا نقعد عيال مشينا نقعد عيال يا ولد الوضع بربس مشينا طبعا قود الحين مشينا نقومهم يا ابوي